أولها تهديد، الله يستر. لأن زادت الخيل فبتصير فرصتك بعد أقل. طالعين الرئيس ولا بس تتكلمين؟ مو بنرسع حضانه. أختصر لش الموضوع؟ إيه. هو نقوهم يعني من الاسطبل، يعني شافوهم وقام ينقيهم يعني كنظرة له. ايش تسوي في هالحالة؟ ما ادري ليش، يعني ايش السبب؟ هذا عند الله يدري، انا ما ادري. اذا مستواهم مو بمستوى الخيل اكيد مرة ثانية بروح شوط اضعف. بس اليوم يعني اللي يخليك تشك انه هو مو بروحه. محاولات من قبل ديزل سيون لكن الرأي مو زين. أنا كل عام وأنت بخير. بس وأنت بخير، صحة وسلامة جميع إن شاء الله. يعني يا رب سنة حلوة علينا وعليكم إن شاء الله. كلنا في السنة الجديدة عندنا أحلام. لا مو بعضها بسيطة وبعضها لا. زين حكمتي عليه؟ وأنا أحلامي لهالمكان أبي أشوفها اليوم قبل بكرة، بس بحتاج منكم شوي تكونون صريحين معاي. ما خلي في قلبي شيء. يا ليت أقدر أعيد الكلام اللي في قلبي، ويا ليت أقدر أشوف تجاوب بالحجم اللي يستحقه هالمكان. أنتي كلامك ترى صحيح. ويا ليت كل وعد نسمعه نشوفه واقع، ومو كل مرة نحس بالخذلان. شوف إيش صار. دائما نبي نعرف ونشوف إيش صار على مخططات وأهداف، وين وصلت وبتتحقق ولا تبعثرت. ولا تزعلون مني لما أقول هالكلام. بالعكس وايد زين، أنا استأنس لين كذي عشان أقدم أفضل من الكلام اللي تقولينه. صح؟ صح، بس يا ريت الكل يفهم إن الطموح يظل مجرد كلام. زين، بس تعرفينه. وعشان توصل له بتحتاج وقت ومجهود جبار. وراجع نفسك، لأن الإنجاز الغير عادي يحتاج عمل غير عادي، وإذا هالشيء مو موجود ترى طموحك بيظل كلام. انت ترشحين من يعني؟ انا الله يسلمك ارشح، ما رشح احد. شلون؟ ما بيرشح احد. انا ما بيرشح، بس المرشح الاول كحيانه مزرير 1766، والمرشح الثانيه لملولش 1748، ومعاهم كحيلانه مزرير 1797 الكي اتش كي اللي اول مره يشارك، وهو مرشح ثالث، بس بعد 9 آخرين من ضمنهم خيل المحمدية. وأدري تو الناس عليهم، بس ما تبون نسأل عنهم؟ ما يعني ما أدوا عشان أن نحن نحكم عليهم. لا الحين مو في الجاهزية خيلهم، يعني على شهر تو شغلهم، فأتوقع مو في الجاهزية. والله الصراحة هاي المتوقع. هذا أقول لك ظروف السماء. الشيخ سلطان بعد يعني قال إنه مو بالحين توهم. بس يو نيفر نو. عمارة كبيرة، ما أظن راح تقدم شيء في هذا الشوط. يعني ان شاء الله بتشوفينهم زينين في الموسم الجاي. يمكن مال الشيخ يعني الشيخ خالد، ايه يمكن ما يعدي اليوم من اول سباق. لا ايش يصير ظروف السباق؟ حصانه يعني نفس ما نشوفه في البدك، جدا جدا يعني رائع، يمشي وكامل جهوزيه، يبقى عليه بس نشوفه يقدم في السباق. اذا يعني ما خالف من اول سباق له فرصه يعني في البليس في المراكز الثلاثه الاولى. لا بس توهم يعني اغلبيتهم كلهم مبتدئات، اغلبيتهم اظن بس اثنين اللي غالبين. ده ايه حيلانه مزرير والملولش كلهم مبتدئات، فبيتفتشون يعني. بيتفتشون صج؟ ايه مربين مع بعض صعب، اللي مو بجاهز واللي غشيم واللي ما عنده خبره. يتعلمون نفس اول يوم في المدرسه على قولة الشيخ سلطان. اول يوم في المدرسه؟ نعم، مو بمدرسه، حضانه اليوم.
بس حلو الحين في العربيات صار في وايد. اكيد منافسه تشتد وصير منافسه. شلون اسامه هاشم في العربيات؟ مدرب من قبل؟ سألي ايه درب في العربيات قبل عندهم؟ صدق؟ في فتره من الزمان شي 5 سنوات درب. اوه يوسف طاهر الوضع صعب زوجه وكثره والمنافسين كثره. احسن نبيهم احسن. يوسف دروف اند ريسينج. ايها السيدات والسادة ايها المتابعون الكرام، انطلق اول اشواط الامسية على كاس الرفة للخيل العربية القصيدة بمشاركة 12 من الجياد بانطلاقة المرشح الاول كحيلان ام صغير 1766 مع الفارس دينسون رودريغيز الفائز في اخر مشاركاته في نفس هذه المسافة يلحق به ثانيا. هنالك ايضا يتواجد الجلابي 1683 مع الفارس ابراهيم نادر المركز الثالث. هنالك الزويطي ام 671 مع حسن صفار والمركز الرابع. هنالك ايضا تتواجد الملولش 1748 مع الفارس عبد الله فيصل. لا يزال الانطلاق حتى الان متواصل مع كحيلان ام صغير 1766 مع دينسون رودريغيز. انطلق من وسط الجيال محاولات ايضا من قبل المرشحه الثانيه الملولش 1748 مع الفارس عبد الله فيصل. ومن الجانب الاخر هنالك انطلاق لكحيلان ام صغير 1797 مع الفارس روزي جيسر. فعلا ايها المتابعون الكرام هناك حيلان ام صغير 1797 في دخول ثنائي مع كحيلان ام صغير 1766. راح نترك نتيجه هذا الشوط للجنه التحكيم. دخول قوي ما شاء الله ترى يعني صدق عربيات كي اتش كي افضل ان شاء الله. قول الشيخ ناصر صدق يمكن الشام افضل. ها مو بالشام يعني مو هذا هو يعني عوامل مشتركه. عوامل مشتركه. والله اني قلت قبل الشوط انه ممكن يفاجئونا اللي جاد. لا ظهر مستوى وايد قوي. Not too bad, a little green in the gates. We were in there a while. He just got a bit unsettled at the wrong time when the gates opened, but once he was out, he got on with the job professionally and he, you know, he done well. خيل فيكتوريس العربيات في خطر. ما أظن لأن يوسف طاهر في حقبة يعني بلان وعنده جياد جيدة ما أظن. فيوسف طاهر بيتربع على العرش. الحين قول لي هاي أول راكبة بس الحين الفيوتشر ماله يكون من أي نوع من الخيل؟ نفس من؟ إن شاء الله نشوف إليه فال خير إن شاء الله في كأس الملك بعد مو بس في السباقات العادية. بعد ما يعني للحين. لأن بلا. مستوى الخيل اللي ركضوا وياهم اليوم بقول لك يبين ترى ركضوا وياك حيلان ام زرير. احنا كحيلان ام زرير نعرف انه هو خبره وحصان قوي وكفو. اي بس مو جاهز. وسمو الشيخ خالد يعني عرف انه ينقي ويختار الخيل اخذ من خيره الجياد وتوفق اياه ما شاء الله. You know he's still very babyish and yeah I think he'd get a bit further. المهم الحين كحيلان ام زرير كي اتش كي بيكون من اي نوع؟ تتركي عنك بصير بطل. زين ما تركي عني علشان يصير بطل. أنا أرشح مع المرشحين. والمرشحين في الشوط ناهي مرشح أول يدرب جيمس وخالد مرشحة ثانية وأصالة مرشحة ثالثة والاثنين يدربهم هشام وغيرهم 9 آخرين. بس من بيكون الأبرز هني؟ الأبرز ناهي بناء على سباق الأول هو المفروض يكون المرشح الأول وبقوة بعد. نعم أرشح ناهي. وترى معاهم حق ناهي لو رجعنا لسباق الأول اللي فازه ومثل ما قال عبد الله فيصل يومها اكيد يعني عنده الازيد عنده ازيد من هال من هالمستوى. فابارك حق سمو الشيخ عبد الله بن عيسى على على هالانتاج. يعني من بيقدر عليه اليوم؟ احتمال احط خالد لانهم سابقه وهذا يعني واصاله. انا اشوف اصاله على اول ركضه يعني رابع فانا اتوقعها هي اصاله. انزين نقول يمكن العافور يدخل معاهم بعد في المنافسه؟ بيبين اليوم لانه تعرف ان الحصان بدقري ماله بعيد
فكل المسافة ما بتكفي، يحتاج مسافات أطول. بس هني محسوم الشوط، يعني بقول لك من النهاية ناهي هو اللي بيفوز. يعني they're off and racing. أيها السيدات والسادة، انطلق شوط ثاني من سباقنا لهذه الأمسية للجيادة اللوكال، إنتاج محلي لعمر 3 سنوات فقط لا غير، بمشاركة 12 من الجيادة. انطلاقة والصدارة الآن لمصلحة ناهي، المرشح الأول في هذا الشوط مع الفارس عبد الله فيصل، يلحق به ثانيا لحوق مع الفارس محمد الصفار المركز الثالث، هنالك تتواجد خالدة مع الفارس. لدينا أيضا ديفيد إيجن، لا يزال الانطلاق حتى الآن متواصل مع اللحوب مع الفارس محمد الصفا المركز الثاني. هنالك انطلاقة ناهي المرشح الأول الذي ينحدر من سلالة منستر أوف ستير وتوبوك هابي. فعلا أيها المتابعون الكرام، لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل مع ناهي مع الفارس عبد الله فيصل، بينما تخطف الصدارة الآن من قبل أيضا خالدة مع الفارس ديفيد إيجن. فعلا أيها المتابعون الكرام، هنا المرشح الأول ناهي، والمرشح الثاني هنا خالدة هي التي تتصدر السباق، بينما محاولات أيضا من قبل ناهي، لكن المرشحة الثانية خالدة تطير إلى الشوط الثاني، محاولات أيضا من قبل ناهي، لكن خالدة هي من تخطف صدارة الشوط الثاني. Yes, David. Did you expect to win this race, especially now he was the hope favorite in this race? Yes, look. We thought she'd run a good race. Obviously, the fancied horse, the Mr. Naylor horse, was a really good winner last time out, and it's always hard to take on a horse that's gone and won so convincingly first time out, but we were hopeful. والله يعني يمكن مو غريب ان هي خالدة تفوز، بس احنا توقعنا ان ناهي هو يفوز بالمركز الاول، وتوقعنا يعني يمكن يفوز بسهولة. يعني نحكم على الريس وعلى ناهي ولا لا؟ اتوقع الالف افضل احسن. ابين تراجع عصر الوقت، انا اشوفه في الالف وايد احسن لانه طلع وايد يسحب الحصان، فيعني استنسف طاقته من البداية اول 200 متر، فأتوقع حالياً الحصان الألف أفضل. بس اليوم خالدة تغيرت ممكن 180 درجة عن سباقها الأول. بس يعني تشوف خالدة وأصالة عيل، مو بس ال 1400، ال 1400 وال 1200. Well, she'll be a filly. She'll definitely get round the bend, no problem. Seven or maybe in a bit further in time, but she's definitely a nice filly. لا أتوقع أقرب أفضل لها. بنقول حق فوزي مبروك وبنسكت ولا بحلق على شيء. بخلي فوزي في حواله الشوط مع باكومان، بس عاد يعني نسأل عن من؟ فردية، شداد، بيرفكت إلوجن ولا ولاية؟ قلت بخلي فوزي في حاله لأن باكومان مرشح أول ومفترض يفوز مع علي موسى، بس شداد مع إبراهيم نادر مرشح ثاني، وتعرفون شوط فرسان متمرنين، يعني الفارس أكيد له تأثير. أنا رشحي علي موسى باكومان. فعلاً هو بيكون باكومان هو المرشح يعني الأول، وأتوقع فوز بكل سهولة لباكومان. أنا يعني ممكن أرشح شداد عشان إبراهيم. يا إحنا شداد إبراهيم. يعني علي موسى شوي مشكوك في أمره. هذا حصان زين إبراهيم شير يركض بعد زين. مو شرط. ساعات الفارس يعني يغير. زين يخلي شين. والشين يخلي زين. شداد يعني ما أتوقع بشكل خطورة، يعني يمكن إذا مثلا شرد قدام وصل، بس أنا أروح على باكومان. أجي بس لأن بعد شداد يعني ترى قاعد يأدي في المسافات هذه الطويلة. صح؟ أدى زي ما هو إن شاء الله بصام فوز مستوى زين. وترى صج ما في أحد غير، لا المرشحة الثالثة بيرفكت إلوجن
استبعدها الصراحة. ولا ولاية مع علي سمير. أشوفها تركض في القريب أحسن من يعني جاي في 1200 ثاني. ولا فردية. إذا انطلقت صح وقعدها يعني ما استعجل عليها ما تخسر في المراكز الأولى. وجهة نظرك الأقرب في هالشوط؟ فردية. تغلب باكومان؟ لا باكومان معروف هاي خلاص هو الأول. يعني فردية على المركز الثاني إن شاء الله. أيها السيدات والسادة أيها المتابعون الكرام في كل مكان، انطلق الشوط الثالث على كاس شركة ألمنيوم البحرين ألبا من مسافة 2200 متر للجياد الإنتاج المحلي. الشوط المخصص للفرسان المتمرنين البحرينيين يمنع استخدام الصوت في هذا الشوط بمشاركة 5 من الجياد. انطلاقة والرتم بطيء جدا في هذا الشوط بانطلاقة شداد هو الذي يتصدر السباق مع الفارس إبراهيم نادر، بينما تلحق به ثانيا هنالك فردية مع الفارس أحمد مكي. ولاية في المركز الثالث مع الفارس علي سمير بيرفكت إلوجن في المركز الرابع، وأيضا المرشح الأول باكومان في آخر الجياد. لا يزال الانطلاق والصدارة مع شداد الحاز على المركز الثالث في الأسبوع الماضي في مسافة 1200 متر، بينما تلحق به ثانيا فردية مع الفارس أحمد مكي. المركز الثالث هنالك تتواجد ولاية مع الفارس علي سمير، بينما رابعا بيرفكت إلوجن مع حسن الموالي وباكومان في المركز الخامس. هنا الدخول في المنعطف الثاني من السباق، ولا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن مع شداد سلالة أسمر ووايلد ويلد هيويست. المركز الثاني فردية مع الفارس أحمد مكي سلالة بلو سار والدانا. المركز الثالث بمحادات السياج ولاية أرشابينكو وهوريكين ليدي مع علي سمير. المركز الرابع بيرفكت إلوجن بريف مود وليدي غاغا وباكومان أيضا في آخر الجياد الذي انحدر من سلالة باكو بوي وستايلش دريم. هنا خطوة بخطوة تخطف الصدارة الآن من قبل فردية مع الفارس أحمد مكي. من جانب السياج هنالك شداد في المركز الثاني. المركز الثالث هنالك تتواجد ولاية، وإنما رابعا هنالك أيضا بيرفكت إلوشن، أينما المرشح الأول حتى الآن متأخر في هذا الشوط. هنا الدخول في المنعطف الأخير الآن باتجاه خط النهاية، ولا تزال الصدارة والانطلاق متواصل حتى الآن مع شداد. المركز الثاني هنالك انطلاقة فردية مع الفارس، أيضا لدينا أحمد مكي. المركز الثالث هنالك انطلاقة ولاية مع الفارس، لدينا هنالك علي سمير، وانطلق المرشح الأول هنالك باكومان من جانب السياج مع الفارس علي موسى. فعلا أيها المتابعون الكرام، هنا باكومان هو الذي يتصدر السباق، محاولات أيضا من قبل شداد. ومن الجانب الآخر هناك انطلاقة أيضا بيرفكت إلوشن، لكن المرشح الأول هناك باكومان يطير إلى ثالث أشواط الأمسية على كاس ألمنيوم البحرين ألبا. المركز الثاني ولاية، شداد في المركز الثالث، والمركز الرابع هناك أيضا بيرفكت إلوشن. طبعا فاين مشاركة لها الموسم، الحمد لله حسام رشح هو الجاي من فوز وعنده الثقة في روحه. هذا الحصان يعني تقول فارق مستوى بينه وبين هذه الجياد، يعني هذا الحصان داربي هورس وراح يكون في الموسم القادم خطير حتى على الطارق وبلسار. بس الشوط صج صج كان وايد بطيء. الشوط ايه كان بطيء واجد، بس كان لصالحي، انا كنت شايل الوزن كامل. الشوط صار كلش بطيء، من ابطأ الاشواط، ولا يسوي المسافة القصيرة، فصار الشوط لصالحها فحرزت على المركز الثاني. شوف سمير، لا تقول تبي أبرك لك على الثاني، أنا إذا في جبهة الكبر ما أعتبره ثاني ومحسوب ثاني. ذاك كلاسة بعد كلاسة غير يعني. أول مرة الفرس مودين هذه المسافة عمرها ما راح أتعب. ما علي، بس عادي إذا جريب وأنا أحسبه ثاني، إذا هل كبر جنب ما أحسبه ثاني. كم رسالة ذاك سمى غالب في الشارع تبين زين بعد ما شاء الله خير الفوزي، ما تعرفين أنت وين جرى عليه. ما شاء الله لا إله إلا الله فوزي، لا تخاف نذكر إحنا ليل ونهار نذكر الله على خيرك. الحمد لله يلا تكمل لك العدد يا أخي. زين تكملة العدد ساعات تنفع.
من يفوز في هالشوط؟ قول الصج. الشوط يعني اتوقع بين سنيك ايجل. قول بقلبك مو بعقلك. لا 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 بين سنيك ايجل وهنري ذا هورس ما ادري بين الاثنين الثلاثة. انا اتكلم ليش على الورق. صح، لان الورق يقول هالثلاثة اصحاب التصانيف العالية. في شوط هانديكاب من 0 ل 35، بس بعد مسافة الشوط ترى 1600 متر، يعني ما اعرف اذا صج اخلي سنيك ايجل او لا. لا هاي الشوط لانه ريتنج ما حصل من قبل كذي، صج قريب عليه يمكن 1600 بس ما حصل من قبل ريتنج 0 ل 35. يعني كلاس الخيل شويه تحت هني، مو نفس بولسار. يعني اذا تلاحظين تشوفين الدفتر كل بولسار طارق بولسار طارق في البعيد، ما في يعني ما في اشواط في البعيد. انا في وجهة نظري ممكن شوية تكون المسافة عائق له في هذا الشوط. بنجرب وياه اليوم ان شاء الله 1600. هاي الكاميرا تكشف الكذب. ليش كذب؟ يعني اذا انت تقول شيء مو بصدق تكشفه. ايه بس اكو صج، لا يعني بتشوفين في الدفتر كل بولسار وطارق بولسار طارق. بس الحصان احس انه شوي يعني ممكن استهلك من الاسبوع اللي راح. والله الصراحه زين، عندك امل ان سنيك ايجل يفوز؟ لازم اخلي امل على حصاني. ليش ما اخلي عليه امل؟ مجار احسن. ليش مو احسن؟ طبعا هي الفرس قويه خاصه في دي المجموعه. ككلاس ايه، لا حصاني افضل منه ككلاس كنتايج. إيه بس هاي ويمين راكض، هاي ويمين يركض مدار. اليوم انا رايي الشخصي ما اروح لمدار، أنا أقول لك شوط مفتوح. حسيت يعني من شوط بولسور وكذي ماخذ ثقة ومستانس ووفا. أكيد لازم استانس، أكو ثاني ورابع، مو مهزوم حصان مو خسران، الحمد لله. مو زين؟ زين. مو زين؟ زين. فيمكن هم يشوفون نظريا يقدر ل 1600 ينافس خيل شوي أقل من مستوى منه كتصنيف، ويمكن رأيهم صايب ورأي أنا غلط، بنشوف عقب السباق إن شاء الله. ريسينج أيها السيدات والسادة، انطلق الشوط الرابع من مسافة الميل 1600 متر بمشاركة 9 من الجيادة الانتاج المحلي لعمر 3 سنوات وما فوق بانطلاقة واردات التي انطلقت من البوابة الرابعة، هي التي تتصدر السباق مع الفارس أندرو إليت، تلحق به ثانيا ترفا مع الفارس ديفيد إيجن. المركز الثالث يتواجد مقارن مع الفارس بادي ماثر كوتلس، في المركز الرابع مع الفارس جينسون رودريغيز، والمركز الخامس بمحادات السياج هنالك يتواجد مدار مع الفارس عبد الله فيصل الفائزة في آخر مشاركاتها في نفس هذه المسافة، والمركز السادس هنالك حسن الصفار مع باهر، والمركز السابع هنالك يأتينا أيضا هنري ذي هورس مع الفارس عبد الرحيم جاسم، سنيك إيجل في المركز الثامن ومقصورة في المركز التاسع. هنا الدخول في المنعطف الأخير الآن باتجاه خط النهاية، ولا تزال الصدارة حتى الآن مع واردات مع الفارس أندرو إليه، ترفأ في المركز الثاني مع الفارس ديفيد إيجن، والمركز الثالث انطلاقة مقارن مع فادي ماثرز بالكاب الأسود، ومن وسط الجياد هنالك محاولات أيضا من قبل كوتليس مع الفارس دينسون رودريغيز. لا يزال الانطلاق حتى الآن متواصل مع واردات، بينما محاولات أيضا من قبل مقارن، ومن الجانب الآخر انطلاقة هنري ذي هورس مع الفارس عبد الرحيم جاسم. إذا هنري ذي هورس هو الذي يتصدر السباق، محاولات أيضا من قبل مقارن، ومن الجانب الآخر هنالك انطلاقة باهر مع الفارس حسن الصفار. فعلا أيها المتابعون الكرام، هنري ذي هورس هو الذي يتصدر السباق ويقترب من انتزاع الشوط الرابع. المركز الثاني مقارن، باهر في المركز الثالث، والمركز الرابع يبدو لنا كوتلس. فعلا هنري ذي هورس بقيادة الفارس عبد الرحيم جاسم. هنري ذي هورس وانتصار أول له بعد فترة غياب. هي أكيد لأن الحصان شوي أقوى منهم، بس كان السباق الأخير كان بهدف تجهيزه وكان راكض مع خيل أقوى من هذه الخيل، فأعتقد اليوم ما صار لأي صعوبة، حتى الحصان يعني يحب المسافة أبعد من هاي المسافة. هنري ذا هورس فاز رغم اللي صار. صدق صارت مضايقات في الشوط، لكن هو تمكن بجدارة في ذا الشوط. ما شاء الله جوكي ممتاز، يعني هو خدم الحصان والحصان خدم. والمنصوري قبل الشوط كان
وايد واثق من سنيك إيجل، بس ترى ما حقق لا ثاني ولا ثالث ولا حتى رابع. لا والله العظيم أنا ما أدري شو أقول. قول لي قول شنو؟ لا ما أقدر أقول شيء، ما عندي كلام. بلا قول لي عاد. قول لي عشان أسامح سنيك إيجل. لا لا مسموح. شوفي شوفي طالعة برا برا وين أنت بدك؟ ليش طالعة برا؟ خلاص توليت توليت خلاص توليت يا الحصان توليت خلاص. من هاي؟ شوفي كله برا برا حصاني. لا من اللي معه؟ أكو قاعدين لا. بس من اللي راكب؟ أحمد مكي. ليش تسوي كذي يا أحمد مكي؟ تطلع برا. طلع لي حسان وين؟ زين عادي يعني طلع شوي تطلع هالكثر برا. طالع الفيديو هذا. شفت؟ شغلي. شغل. شوف ايش صار. شفت؟ بعدين قولي ليش هذا طلعت برا؟ اتفادى الدامي. تقدر تشوفين؟ صح يعني ولا غلط؟ شنو ذي؟ طلع عليه حصان بس شوي متأخر كان بعد. لو ما سحبت حصان يمكن برا كذي عادي انا اطيح. نشوف أنا في الحلقة بعيد وبعدين بقرر إن شاء الله. فاسمع ردي في الحلقة. وصراحة ممكن أقول أحمد مكي كلامه صح، بس ترى حتى الستيوارد ما خذوا قرار، فيعني اللي صار طبيعي. واللي أبي أقوله ليش هالكثر كنت متأخر وبعد ما حركت في الوقت الصح؟ ترى هالمواقف تحتاج سرعة بديهة وتصرف في الوقت، وما أعرف يمكن ثقة زايدة أو خطة مدرب، الله أعلم. تعرف ايش بقول لا ولا لا؟ بقول الشوط فيه وايد، وصح شوط من 0 ل 90، لكن وايد اللي لازم نذكر اسمائهم الحين. بس اللي انا ابي اعرفه هو نرجح من على كفة من. والله السبرنترز مشكلة يعني. سبرنترز رجح ارجوك، لو تركضينهم 10 مرات طلعت 10 نتائج مختلفة، بالذات الفايف هذولز. يعني كلش صعب نرجح خيل؟ كان قلت لك يعني سبرنتر صعب. تقدرين تقولين من الزينين؟ من بتقول الزينين؟ اختصر لك الموضوع. ايه قلتي خيل على كفة خيل. ايه ناين بلو زيرو دون ارمادو على كفة باقي الخيل. طبعا ناين بلو زيرو اذا يرجع الى نص مستوى زين. نص مستوى اللي برا مو باللي هني ولا شيء؟ ايه. بعد يقول اللحمة اذا ما حبت غارت سوي بعد ما تبين خيل على كفة خيل؟ عاد صار؟ لا ما أقول لك يعني في لا تسرع لا تهور لا تهور لا تهور حمس واجد أنت هو يتحمس هو يتحمس باور ترين أنا شفت مدخلين جورس من باور ترين مع بعض قلت في شيء إذا ما في أشواط مفروض لازم يدخلونه من هنا أشواط ما منش but I have to run them. أنت متفق وياي ولا لا؟ ما ليك صلك الحين في الريس كلهم مشغول. لا ضروري هاي تليفون. ألو واي قولي الحين هاي الاتصال مهم يمكن شيء يبي شنو يبي يقول لك ألن يمكن يبي شيء يسأل اللي يمكن سمعني الحين أقول غارسمان وباور ترين مرضى قال يبي يقطع اللقاء علينا لايك ذا لوك صار زين من متى ما شفنا لايك ذا لوك بس في اللي يرشح اليوم دركاش في هالسباق. شوف والله أنا ودي دركاش يأدي ويفوز. أيوة. لكن صح إحنا قلنا إنه هو يعني يبي الألف. أيوة. وهذه الألف بس عد يعني مو بمعض يخيل صح؟ تجريبي. لا بس خلاص وايد هالموسم استهلكت كلمة تجريبي وايد استخدم. صعب على دركاش مع هالخيل. حتى لو 5 فورلينج بعد صعب على دركاش. انتي كلامك ترى صحيح بس نفس ما قلتي انه وين اشواط وين اقدر افكر. مفترض صغير يعني 3 سنوات هني سنتين افترض في اشواط. واعرف طولت عليكم بس ترى الشوط يسوى نتكلم عن كل اللي فيه. سموم بشقها. صدق؟ ما تبي تهور وتقول ايه؟ لان حصاننا يعني بشقها.
جارز من جاي بسرعة. اختبار له مع هذه الخيل، طبعا فاز بسباقين ماضيين مع خيل أقل من أقل في المستوى، اليوم الجياد أقوى. مفتوح منتر صعب. طواف تينار دعوة؟ والله ما شفته والله. اي تينار تينار وايد. كلهم زينين. كان أقول لك مفتوح شوف. زين كلهم كلهم. ننظر كلهم. They're off and racing. أيها السيدات والسادة، أيها المتابعون الكرام، انطلق الشوط الخامس على كأس شركة ألمنيوم البحرين ألبا سبرنتر 1000 متر، المسافة القصيرة التي لا تتحمل الأخطاء، بمشاركة 13 من الجياد بانطلاقة لندن لوك، هو الذي يتصدر السباق من البداية، يلحق به ثانيا سموم مع الفارس ديفيد إيغن، ولايك ذا لوك في المركز الثالث، باور ترين رابعا، والمركز الخامس هنالك أيضا يتواجد غارسمان، لا يزال الانطلاق والصدارة حتى الآن مع لايد لندن لوك مع الفارس أندرو إليت، بينما انطلق هنالك أيضا تولف فيفر من جانب السياج، ومن وسط الجياد هنالك أيضا انطلاقة لايك ذا لوك مع شيموس كرونينغ، ومن وسط الجياد هنالك أيضا محاولات من قبل دارك شادو مع الفارس جورج وول. فعلا أيها المتابعون الكرام، لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل مع لايك ذا لوك، وهنالك أيضا محاولات من قبل تولف ذا فيفر. فعلا أيها المتابعون الكرام، وهنالك أيضا دخول ما بين الجوات رقم 6 تينار. فعلا أيها المتابعون الكرام، بانتظار الصورة النهائية والمعتملة دخول جماعي. أنا أعتقد تولف فيفر، بس لحد لا ما أعلنوا النتيجة، بس من فوق تبين الزاوية شكل تينار، بس المفروض يعني تكون واضحة النتيجة لأن تأخروا ظهر مو قادرين يفرقون. هو صح إيه، بس المفروض الفوتو فينش يحسم كل شيء في ثانيتين، وإذا لا تعادل. مو تعادل، شوف شوف تولف فيفر، مو تينار. محمد قاسم يلا مستعيلين نبي نشوف النتيجة. Maybe the photo not working, how they will decide by the television. Be careful how many times they replay. تينار 3 مشاركات هالموسم، 3 انتصارات. Today was a really good run from him, you know. I know it was a tight finish, but in hindsight, look, I probably left it a bit too late. But no, it's good, and he's won. اليوم كان ويا خيل جدا قوية، بس قدر يتغلب عليهم، ومعظم الخيل كانت مستوى واحد في هذا الشوط. If there is no photo, put it there for everybody to see the photo. So everybody's happy. They don't have photo, I don't believe. اي طبعا تولف فيفر فرس مرشحه، فرس قويه مسابقه حتى مع اقوى الخيل. اليوم صار اعتقد يعني الفوز لصالح تينار، لسبب اعتقد الخط انه كان لصالح تينار من جهه الخارجيه، لكن تولف فيفر تظل فرس بطله قويه، والفارس عبد الله فيصل قادها باحسن صوره. مثل ما قال يعني اذا شفنا الفوتو فينش اكيد بنروح يعني بنقتنع، بس اذا ما شفناها. And if it takes 15 minutes for the photo then it's dead heat for sure. Yes. You cannot take that long for see the photo. No, the line is there. The line and the time. The line and the time. كانوا لانه وايد اجراب لا؟ صح كانوا وايد اجراب، بس نحتاج نشوف الفوتو فينش. It's easy. They put the line, no, it's easy. سباق هانديكاب من 0 إلى 90، يعني بريث اوف اير نشوفه هو القس في هالسباق، نقدر نرشح اليوم كمرشح اول؟
تبون الصج العاديات شوي مو متوافقين لا مع بريث اوف اير ولا مع الباقين، وبتعرفون شنو ابي اقول عن الشوط الحين. انا ارشح هذا يعني هو القست هو في الشوط هو انا ارشحه الاول، بس يصير احتمال يصير مفاجآت ممكن، بس المفاجأة اكيد ما بتكون من العقير. يعني انا احس الشوط ما يناسب العقير. ما يناسبه؟ لا وين يناسبه؟ في اشواط يعني يمكن مو بفيها ذي الخير. نقدر نتصل فيه مره ثانيه لين سمعت ايش قلت في ذيك الحلقه؟ قلت يعني الله يهديهم الصراحه العقير ما كان المفروض يشارك في ذاك السباق. بس هل انت كان عندك ذاك السبوع؟ ذاك السبوع بقول لك شيء. انتين طالعين الريس ولا بس تتكلمين؟ ايوه. سامي سلوم عصب وانا والله ما ابغي اعصب، وعشان خاطره بنرجع نشوف اخر سباق للعقير. فعلا أيها المتابعون الكرام، هنا بافر زون هو الذي يتصدر السباق، ومن الجانب الآخر هنالك شوفين الصرج وين راح وجاي الحصان كلوز يا الخير. لو ما شفتين ما له علاقة سامي، ما شلون ما له علاقة. انت في فلات ريس ياتي أول الثاني كما الأخير، ثاني كما الأخير. العقير شفناه في أشواط تخبط من شوط إلى شوط، ف يمكن يؤدي، بس إنه إحنا ما نتوقع على الورق ما تقدر تقول اسمه. والله أنا أتمنى مو أتمنى يغلب. توقع شنو؟ ما في توقعات، كل واحد يتوقع. هل كل هل كل مرشح غلب يغلب؟ مو كل مرشح. كان زين. يا ما يجيك حصان أوتسايدر ما تدرين عنه من هذا الليل يجي يغلب الشوط مو صح؟ كل حصان يركض في الشوط له تشانس. ما في حصان يركض بعد يعني تشانس عن لا ما ما يقولون يفرق. شوف اقول لك شيء، ما يقولون هذه الحصان ليش دخل هني، هذاك الحصان ليش دخل هنا. كل الخيل تركض صح في مستويات وفي اختيار شوط في صح في اختيار. يعني احيانا انت لما تختار الشوط الصح حق الحصان تشوفه يؤدي غير عن لما انت حطيته في شوط يمكن مع اخي لا مستوى ما تناسب. انا وياك في ذا الشيء زين. لما البرنامج يجي ساعات نرد على البرنامج ذبحونا على البرنامج. وقلت لكم من البدايه يا ريت اقدر اعيد كل الكلام اللي في قلبي، لكن المشكله ما في فايده. وتوي قلت يا سامي سلوم يا ابو محمود، لانه اتوجه لكينكس مع الفارس جورج وود. أتوقع في أول يوم يشارك جورج وود بيبهرنا بمستوى مع كينكس. وإذا فاز كينكس محمود لك مني اللي تبي، لأنه بيكون كينكس الصراحة يثبت أنه هو بطل لا يقهر. إن شاء الله ما يقهر. لا يقهر إن شاء الله ما يقهر. جروف اند ريسنج أيها السيدات والسادة أيها المتابعون الكرام، انطلق الشوط السادس من مسافة 7 فورلونج 1400 متر بمشاركة 13 من الجياد المستوردة هانديكاب من 0 إلى 90 بانطلاقة العقير الذي انطلق من البوابة العاشرة هو الذي يتصدر السباق، بينما تخطف الصدارة الآن من قبل بريث أوف إير مع الفارس جيرالد موسي. المركز الثالث يتواجد أوراك مع الفارس بادي ماثر. جولد سبينر رابعا، أليكو في المركز الخامس، والمركز السادس يتواجد سير فيكتور. بورا ستيب في المركز السابع، والمركز الثامن يتواجد جرافايت ستون. ساتر كونتي في المركز التاسع. هنا الدخول في المنعطف الأخير الآن باتجاه خط النهاية، ولا تزال الصدارة والانطلاق متواصل حتى الآن مع بريث أوف إير مع الفارس جيرالد موسي. المركز الثاني هنالك أيضا العقير مع الفارس حسين مكي، ومن وسط الجيال هنالك انطلاقة أيضا جولد سبينر مع الفارس أيضا لدينا لينيومان، وهنالك أيضا محاولات من قبل أليكو مع الفارس أيضا لدينا مارشالس جورج. فعلا أيها المتابعون الكرام لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل مع بريث أوف إير جيرالد موسي بشعار العاديات ريسينج، ومن وسط الجيال هنالك انطلاقة أليكو فعلا مع الفارس مارشالس جورج. فعلا أيها المتابعون الكرام هنالك أليكو، من الجانب الآخر هنالك أيضا كيكس. فعلا أيها المتابعون الكرام هنا أليكو من ينتزع صدارة الشوط السادس على كاس شركة ألمنيوم البحرين ألبا. ما عليه ابو محمود زين ثاني اوكي ما اشتغل اي لا شفته لو بس شوي في
كم طلع الأول؟ من الأول؟ الأول أليكو مال علي ناصر، ناصر علي موجود هنا. طبعا ما اتوقع ان في احد قال ان اليكو اليوم راح يفوز. صراحه مفاجاه من ليار ثقيل. شفنا اليكو قدم مستوى طيب في مسافه اعتقد 1600 متر، بس اليوم مع هالنخبه من الجياد ما توقع ان في احد توقع الفوز. ايه ما حد توقع ترى، وانا شهدت فوز اليكو مره في حياتي العام. ايه وصراحة الصراحة يعني قلت إنه هو من النوع من الخيل اللي يفوز مرة وخلاص يختفي. إيه هو يعني شو أقول لك، العام كنا أخذنا الحصان ما كان يعني عارفين الشيش بالضبط، وعندنا البطل مدرب العابد دائما وياي هو ويتابع ويتابع أول بأول، لأن اليوم هاي الحصان مسجل باسمي. إيه؟ هو كان باسمه. إيه؟ والمفترض دوم باسمه. إيه؟ وهو الأولوية له يعني. إيه؟ إلا ما يعني مو موجود اليوم. إيه؟ في الإصطبل. سلم عليه وصل الله سلامنا. مبارك له على الانتصار. نتائج اللي شفناها عند المدرب علي ناصر، مراكز كلها متقدمة يعني، حصانه كان متطور، ولكن يعني كنا ما بنتوقع ان كنا ما بنطيح عن البليس يعني كشغل الحصان وانجاز بدر يعني هو يعطينا ذيك المعلومات، فما نقدر يعني ناخذ 100% في ذي الشوط ان احنا نغلب فيه، بس توفيق بيد الله. بس والله مارشال زعرف تصرف وياه، هو اللي فايز عليه كان العام، والقلب اللي طاف بدر طلبه يعني انه يودي هذه القلب، فالحمد لله استفدنا. مارشال زعرف يتصرف مع اليكو، بس انا ما بسكت عن كينغسترا. صدق ليش هالكثر تاخر؟ حرام، كينغسترا كان يقدر يطوف بسهوله. اي بعيد صار وايد. قلت حق جورج؟ قلت له شنو قال؟ خليه في قلبي عيل. شنو قال لك؟ عشان اريع جورج يعني اخليه في قلبي انا تحوم. ما اخلي في قلبي شيء. وانا ما بخلي في قلبي، وبقول لو حسين مكي ما كان مع العقير وكان معاه. لا انا ما اختار انا. صدقوني اظن يفوز. هاي جوكي خاص حق اللي هو شيخ سلطان. مو بس جورج اللي خطا اليوم. في اندرو على جرافيك ستورم. ما في شيء. بلا في. لا درو مالك مسكين. انا احس ان جرافيت ستورم زين. إيه؟ بس يعني يحتاج تصرف اخر. هدا ترى احس بعد عنده جرافيت ستورم شوي. اذا واحد يبي يفوز لازم كل شيء يمشي في صالحه. انا حصاني اوريدي يعني انا احس انه مره تاخر وهذا اسبوع تاخر. فارس يعني ثاني شوط يوم تخسر انت من فارس، في ال1200 من فارس، اليوم من فارس نفس الفارس، فالعلامه واضحه يعني وين المشكله. يا الحصان مو ما قاعد يقدم، قاعد يقدم بس قاعد يوصل متاخر. الفارس هذا الحصان هو لازم كل شيء يمشي في صالحه. انت اي سباق واحد يبي يفوز لازم كل شيء يمشي في صالحه. يعني درو 12 مو 1004 سيده بيج، يعني 300 متر سيده بيج داون هيل وهو وايد برا برا، ايش قاعد يسوي كفر شلون؟ ودش السيده منو بيعطيك تشانس في الهانديكاب؟ ما حد يعطيك تشانس تو ماني رنرز عشان يعطونك شوي، انت بس تعال روح وفوز. يا قاعد ورا متاخر، يا ان مثل اليوم ما شفناه محرك وقت متاخر، وقت غلط يعني من فارس. لا مو متاخر، هاي الحصان ستايله كذي، انا اسوي له هامرنج من البدايه الحصان ما بيعطيني فينش الحصان. في على جان يعني مو راضي يمكن يبدل اندرو اليوت، لو يوضع فارس غير على جرافيت ستورم بحق انتصار. اوكي فاز في اندرو نتفق بهذا الشيء، بس مو معناتها ان اندرو قاعد يقدم في يعني هالجواد يمكن يقدر يحقق 3 انتصارات في هذا الموسم، خسارته سبب الجوكي. ودام تكلمنا عن الفرسان خلونا نكمل بعد مره واحده مع العاديات وجيرالد، لان هالحصان على الرغم من مستواه الا انه فيه شيء لحين ما ضبطوه معاه. Expect from him to do something but it turns out maybe you expect too much from me or from the horse. From the horse. I know, I'm just kidding. I expect too much from the horse. No, is... And to be very honest, from you as well. Oh, you're very kind. I do my very best, but the beginning of the start, the horse carried 63, as you know. I know. And then I was the horse next to me, make me a little bit using my horse. Mm-hmm. So he gave me the first part a little bit too much. Mm-hmm. So I give him a chance in the band to make sure that he re-oxygen himself. And then I wait a bit in the straight up to the 2 furlong mark to start to press on.
He gave me his best, but I think a handicap is very high for him, and he gave me his best. وعرف إن هذه ثاني مشاركة له بس بعد. He always run and win by the front, and he always fight extra gear. Now the horse just arrived. He has to acclimatize himself. He's getting there. He's running very well first time. Maybe we always say in Europe the second race is not the best. Always, the third one will be the best. I can tell you today. So we're going to continue with the breath of air with the same style till we see something. Well, I don't say I will make the running because maybe I will wait if somebody go crazy because as you see today, somebody was charging me next to me and you will wait. If I have option to wait because they go too fast, I will. Okay. But I prefer to dictate and then press on and see them after winning post. لو يجرونا من ورا بالديل اللي هو نيو شو بيغلبنا جارنا صح نيو شو جارنا من الديل بعد بيغلبنا هو تبون الصج ما قال شيء غلط كلنا نعرف من يكون نيو شو الحين قبل الشوط نيو شو وإذا نبي نشوف اللي فيها الشوط شو نشوف؟ بروبوز اللهم صل على محمد وعلى محمد لا إله إلا الله جابر ومن وين طلع بروبوز؟ من وين طلعتوه؟ من وين طلعنا؟ من زمان من استقبلنا من وين؟ يعني ليش خشينا هالكثر ولا شفنا ولا نسمع عنه ولا نسمع اخباره اخويا لا الرياير ما يطلعون ليش اشواط الرياير ياه ايش لهم هيا سمعته اي لا زين يعني احسب بروبوزد ويا حسبت الرياير مثل لا لا اليوم رايح ران اليوم انا اشوف ريال واحد في ذي الشوط نيون شو بدون منازع يعني ارجلهم نيون شو صح قدم حصان ما نقدر نقول شيء he's the best قدم وإن شاء الله اليوم الله يوفقه بس لحظة بصير نفسكم شوي وبقول هذا سباق وما يصير نوقف هني وخلاص كروز ذا ستارز حق المدرب جابر رمضان الحصان يمتلك قوة والهم مرة تغير الحصان عن فترة الطاف إن شاء الله بيكون فوز حق كروز ذا ستارز ممكن يوم نشوف علي جون كونه بعد مشارك براسين زميرون ممكن والله أشوف يعني خيل علي جون لحين ما قدمت ما يؤهلها أن تفوز في هذا الشوط نتمنى له التوفيق طبعا لكن يبقى ريس طبعا ممكن نشوف ريمبور للعاديات والله ما أعتقد بس الثابت عندنا اللي هو نيو شو حاليا الأفضلية تصب لصالح نيو شو صب الفوز دروف أند ريسينج أيها السيدات والسادة انطلق الشوط الرئيسي والختامي على كأس شركة ألمنيوم البحرين ألبا هنا الجيات تطوف من أمام المقصورة الرئيسية من نادي راشد الفروسية وسباق الخيل 2400 متر المسافة الطويلة والماراثونية كيلوين و400 متر ينطلق هنا على الأراضي العشبية بانطلاقة مكاك على ما يحب أن ينطلق من البداية بالكاب الأحمر بشعار فيكتوريوس مع فارس عبد الله فيصل يلحق به ثانيا سبيك اوت مع جورج وول المركز الثالث يتواجد كروس ذا ستار مع لينيو مان رايان بور في المركز الرابع والمركز الخامس يتواجد بورت دوغلاس ديزرت ليون في المركز السادس والمركز السابع انترناشونال مان والمركز الثامن هنالك ايضا يتواجد زاميران والمرشح الاول نيو شو في اخر الجياد لا تزال الصداره والانطلاق حتى الان هنا الدخول في المنعطف الثاني من السباق لا تزال الصداره
الانطلاق حتى الآن مع مكاك عبد الله فيصل على صدارة هذا الشو، يلحق به ثانيا سبيك أوت مع الفارس جورج وود، المركز الثالث رايان بور مع جيرالد موسي، المركز الرابع يتواجد هنالك شعار اسطبل رمضان مع كروس ستار مع لينيو مان، ديزرت ليون في المركز الخامس، بروبوز سادسا، والمركز السابع هنالك أيضا يتواجد بور دوغليس. نعود إلى الصدارة والمركز الأول، لا تزال الصدارة وتزال المركز الأول حتى الآن مع مكاك بشعار فيكتوريوس بالكف الأحمر. المركز الثاني هنالك يتواجد سبيك أوت وبجانبه بمحدات السياج رايان بور بشعار العاديات ريسينج. أكروس ديستار رابعا، ديزرت ليون في المركز الخامس، بور دوغليس في المركز السادس، انترناشونال مان سابعا، والمركز الثامن بروبوز نيو شو في المركز التاسع، والمركز العاشر هنالك زاميران. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل مع مكاك، بينما هنالك محاولات أيضا من قبل رايان بور بشعار العاديات ريسينج، ومن الجانب الآخر هنالك انطلاقة ديزرت ليون مع الفارس بادي مثل، ومن الجانب الآخر هنالك أيضا محاولات من قبل كروس ذا ستار. فعلا أيها المتابعون الكرام، لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل مع رايان بور، جيرالد موسي على صدارة هذا الشو، محاولات أيضا من قبل ديزرت ليون. فعلا أيها المتابعون الكرام، هنا رايان بور يقترب من انتزاع الشوط السابع، محاولات من قبل ديزرت ليون، لكن رايان بور إلى آخر أشواط الأمسية مع جيرالد موسي والعاديات ريسينج. فعلا رايان بور الغير المرشح في هذا الشوط، ينتزع الشوط الرئيسي والختامي من سباقنا لهذه الأمسية. أنا أحب نيو شو عود، زعلت شوي. هاي الريس كذي. فكر؟ شنو تفكر؟ اللي بيقول لي الحين جو. يمكن الغلط كان في وضع الخطة، اليوم الجوار كان من متأخر في اندفاعته، كانت الجيادة وردي كروس ذا ستارز وزرت ليون متغلبة عليه، كانت تمركزهم تمركز أفضل منه. Now we can look at going for the Crown Prince Cup, and maybe I think I hear Saudi's on the cards as well. So you look, he's improving every race, and you know, and he is a good horse. على الرغم من أن هذه ما كانت مسافته. Yeah, look, it's the first time. We always did say even last year he can go the extra furlong, you know. And today he has proven it. You know, if he had a stronger pace, probably you would have seen a different race. وحتى نيو شو ترى، يعني لو عبد الله مع مكاك سوى البيس اللي فوزي اطلبه منه، تتوقعون ان نيو شو يخسر السباق؟ بس بعد ما ادري، في كل الظروف والاحوال رايان بور استحق هالفوز في هالسباق. هو ما كان مرشح في السباق رايان بور، ولكن جواد يمتلك مستوى، جواد عنده انتصار قوي في المضامير الإيرلندية في سباق هانديكاب هاي هانديكاب. جواد اليوم لو نرجع حق سيناريو السباق، مثل ما فاز في إيرلندا فاز اليوم، هذا الجواد يمتاز، إذا يندفع اندفاع قوية. He improved. He's a nice horse. I will not say superstar, but decent horse with a big heart. He fight and he we go good gallop for a mile and a half, and he really picked up to the line. He never give up. And the second horse is a very good horse, so I'm very pleased with him. جارموسي ما قاعد يقدم ترى سباقات، ما قاعد يشارك نفس قبل. جارموسي عنده مشكلة، ما أدري شنو المشكلة اللي عنده، بس إنه ما قاعد يعطي اللي كان يعطيه قبل. بس في سباق ريان بور قدم اللي يقدر عليه. And Sheikh Isa is happy about it, huh? I believe so. What did he say? He said he was very pleased with the day. I'm a bit disappointed, but I was expecting to win another one, to be honest. But we have to accept to get beat sometimes in a competition. Yes. And to be here and to start the season like this, yes. I think it's a privilege. الصراحة إيه، يعني خسارة غارسمان، باور ترين، بريث أوف إير ما كانت شوي. بس أبي أقول لكم شيء، رايان بور وبفوزه على نيو شو خذ حق دارك باور ذاك الأسبوع لما خسر من رومان ريفر وبافر زون. هذا الجياد شكلت خطورة على نيو شو، وحسست نيو شو ترى أنه ما راح يكون لك سباق كأس ولي العهد وكأس جلالة الملك سباق سهل، لا بيكون صعب، بيكون صعب، صعب، صعب. النجاح شلون نقيس اليوم؟
له معايير كثيرة ترى وتفاصيل، بس أنا أهم معيار عندي اليوم لما أشوف خيل جديدة وشراكات جديدة تخلينا نعرف أن المنافسة تزيد كل يوم. إن شاء الله تعالوا تشوفين إن شاء الله على أرض الواقع. شنو بنشوف على أرض الواقع؟ يعني تشوفين الرئيس. ننطر خيلكم وحنا نبيعهم. في وقت. متى؟ في وقت. الشوط الرئيسي. شنو اسمه سندكيت؟ ها؟ شنو اسمه؟ لازم أقول لك اسمه؟ أكيد حنبي خبر حصري لو تصريح لازم يعني. سناد ريسينج. سناد؟ ريسينج. سناد ريسينج. إنزين عاد متى؟ إن شاء الله بتشوفني قريب. أسبوع؟ لا. أسبوعين؟ شكلكم سيدي بتدخلون في الثقيل كوسولي العهد. مو بشرط. ثلاثة أسابيع. لا يعني هو عند مدربة يعني. الترتيب عند مدربة يعني. مدربة ما حتى مدربة ما بتصرحون عنها حين؟ يعني بتشوفين مدربة. من؟ مخمن؟ فوزي. فوزي؟ قلنا لكم ما فيها البلد اللي حلو عليه. ايش تاهل ابو عبد الله؟ رجل يعني يتعب ومنجز. يعني وانجازاته شفتيها العام هالسنة. عنده وايد مهام هالسنة فوزي. بس عاد انت تنطم عندك انستغرام تسوي لك منشن هاللون؟ لا ما يحتاج انستغرام. انا بسوي لك انستغرام بودي رايك؟ ما ادري يمكن عندي انستغرام بس مو يعني ما حد برايفت. برايفت خلاص تصريح؟ خلاص ما اعطيتني التصريح اللي ابي. شنو تبي؟ ابي التصريح اللي قلت لي اياه ذاك اليوم في القدره. يعني اللي قلت له انا مشكله ما اقدر اقول لكم لازم هو يقول لكم. طيب من انت؟ اوكي مره والناس اللي بيشوفون تصريحك. اوكي لا ان شاء الله بتشوفون ان شاء الله قريب ان شاء الله. قلت شعر شكل يعني خالد مو براضي فيه. قلت له انا متفق انا خالد على هالشعر وخلص. احنا متفقين كل شيء. اقول له دخلت الاحمر يعني باي طريقه؟ ليش؟ تحب الاحمر انت؟ دخل الأحمر دخل تركي عن نشل الألوان. أنا أعيش ترى عشان أشوف ألوان جديدة كل أسبوع، وفي النهاية تعرفون المحصلة إيش بتكون. في النهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخيل.